المحال أم لا ومواضيع أخرى. مباشرة نذهب وإياكم إلى مدير عام التشغيل في وزارة العمل السيد رامي مهداوي، يحدثنا عبر الخط الهاتفي. أسعد صباحا بكل الخير سيد رامي. يسعد صباحك وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين، صباح الخير لجميع العاملين. يسعد صباحك دائما أبدا سيد رامي. يعني إحنا بدنا نعرف في البداية من خلال بعض الاستفسارات اللي وصلتنا بخصوص سماح لبعض المصانع بالعودة لمزاولة العمل، ولكن وفق بالتأكيد إجراءات هامة جدا يجب الالتزام بها. بداية نتحدث عن تفاصيل هذه المصانع والمنشآت. يعني في البداية جاء تصريح دولة رئيس الوزراء يوم أمس يتماشى مع العجلة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا. بالتالي التوصية الأساسية التي تم رفعها والحديث عنها هي المصانع الأساسية التي لا نستطيع أن تتوقف لأسباب ربما اقتصادية وربما حاجة المجتمع لها. ثالثا من أجل وضع صناعات استكمالية للمصانع المختلفة بهذا الجانب. بالتالي ما هي الشروط؟ الشروط الآن ستضعها كل من وزارة الاقتصاد والمحافظة ولجان الصحة والسلامة المهنية لديهم بشروط مهمة، ومن تطبق عليه الشروط الأساسية يتم أخذ ترخيص كما تحدث دولة رئيس الوزراء دكتور محمد بشتاكي في هذا الجانب. نعم، طيب سيد رامي، يعني واضح جدا أننا نتحدث عن العودة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي، ولكن هنالك من يستفسر، خاصة أنه تم تحديد بعض المهن المسموح لها بالعودة من أجل العمل، ولكن هنا وصلنا رسالة، ماذا مثلا عن العمال الذين يعملون في الحرف الصناعية البسيطة كالميكانيك وأيضا الحدادة، وماذا عن ورش البناء، وماذا عن أمور أخرى بصراحة هم يعتبرونها وهي كذلك طبعا من أساسيات الحياة، ولكن في نفس الوقت يقولون أنه لا يوجد بها تجمعات كبيرة للمواطنين، فلماذا لم نسمع عنها أنها مشمولة ضمن القطاعات المسموح لها بالعودة لمزاولة العمل وفق الإجراءات؟ بالتأكيد بالتأكيد سؤالهم محق، وربما طرح هذا السؤال في إحدى اللقاءات التي اشتركت بها مع القطاع الخاص، وربما تم طرح هذا الموضوع من قبلي بالتحديد في هذا الجانب، وكان الرد في هذا الجانب بأننا سنمضي فترة عن فترة، بمعنى ما تحدث به دولة رئيس الوزراء بأن القرارات هي ربما يومية أو أسبوعية في هذا الجانب بما يتلائم ويتوائم مع واقع الجائحة، سيتم أخذها بعين الاعتبار. بكل تأكيد إذا ما استمر الوضع بالتحسن سيتم فتح قطاعات أخرى مستقبلية في هذا الجانب، لكن الأولوية الآن نتحدث عن حاجات محددة يحتاجها ليس فقط القطاع الصناعي وإنما العائلة في حد ذاتها. عندما نتحدث عن المحلات الكهربائية على سبيل المثال، لأن هناك احتياجات للعائلة الفلسطينية. عندما نتحدث عن القرطاسية في التحديد في المكتبات، لأن عملية التعليم والتعلم هي مستمرة أيضا داخل المنازل. عندما نتحدث عن يعني البعض تعامل بموضوع من السخرية في موضوع الدراي كلين والمغاسل، لكن هذه هي حاجة ملحة من مفهوم أيضا الصحة والسلامة العائلية في داخلها، وهناك حاجة للبعض لها في هذا الجانب. بالتالي أنا توقعاتي وستقوم اللجنة المختصة في هذا الجانب إذا استمر الوضع إيجابيا ولا هناك انعكاسات خطيرة بعد تجربة أسبوع أو 10 أيام من هذا الجانب، ستكون هناك خطوات ربما مستقبلية في هذا الجانب. الجانب الآخر هو قضية يوم الجمعة، وهي قضية مهمة بذكاء تم طرحها من قبل دولة رئيس الوزراء والحكومة، بأنه في نفس هذا اليوم الذي سمح لبعض المنشآت بأن تفتح إغلاق بعض المنشآت، بالتالي حتى لا يكون هناك قضية التزاحم أو الحركة غير طبيعية في ظل الوباء، مما يؤدي إلى تكاثف وتكاثر هذا الوباء
بطريقة غير مباشرة. نعم. بالتالي عندما تحدث دولته بأنه في ذات اليوم سيتم إغلاق منشآت أخرى، هذا جاء مدروس من أجل تقليل الحركة المجتمعية في هذا الجانب. نعم، يعني نتمنى أن تكون الصورة وضحت، حتى وإن لم يكن البعض بالتأكيد، يعني أستاذ رامي، يعني الجميع يتمنى أن تعود الحياة إلى مجراها، وخاصة أن أصحاب المهن ربما ينظرون ليس فقط إلى الحاجة الأساسية لمثل هذه القطاعات، إنما أيضا للعودة للعمل من أجل أي يجدوا قوت يومهم، لأن هنالك تضرر كبير لأصحاب هذه المهن والحرف التي تعتبر بالنسبة لهم هي أساس حياتهم وأساس معيشتهم. لكن في الجانب الآخر، هل ربما سنشاهد في الأفق يعني من الإمكانية مثلا للذين استفسروا عن هذه المهن والحرف في الحدادة والميكانيك والبناء وما إلى ذلك، إذا ما كان هنالك التزام بشروط الوقاية الاحترازية، هل سنشهد التعامل بشكل يعني أكثر سلس معهم، ربما السماح لهم كبقية القطاعات الأخرى لساعات، أم حتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة بالنسبة لهم؟ بالتأكيد القضية ليست، يعني لا نريد أن تكون البعض يعتبر بأن الحكومة هي من تمنع لقمة العيش لا سمح الله. القضية هي الأساس الحفاظ على المجتمع من حيث فيروس كورونا بالتحديد. بالتالي ما تقوم به الحكومة والجهات ذات الاختصاص هي المتابعة في هذا الملف. ونحن على سبيل المثال في قطاع وزارة العمل بالتحديد نتمنى أن تفتح جميع القطاعات من أجل إعطاء العمال وأصحاب العمل وهذا الجانب الأساسي والرواتب، وأن تستمر وتعود الحياة في هذا الجانب. لكن أنا أقول بأن الخطوات الأساسية الآن علينا أن نحافظ على الصحة الأساسية وعلى عمالنا داخل المنشآت حتى لا يكون هناك اكتظاظ ربما في بعض المنشآت. بالتالي وهو الأهم في هذا الجانب أن نستمر بخطوات مدروسة من قبل الحكومة، وهذا ما تقوم به يوميا من خلال اللجان المتخصصة، وأيضا كيفية الاستنهاض في هذه القطاعات المختلفة حتى بعد جائحة كورونا، وهذا ما تحدث أيضا عنه دولة رئيس الوزراء. نعم، طب استفسار أيضا سريع أستاذ رامي، يعني بخصوص ما يتعلق ومستحقات العمال، هنالك استفسار كيف بالإمكان أن يحصل العمال على مستحقاتهم، هل لديكم أدنى فكرة عن هذا المحور؟ يعني عن أي عمال؟ العمال الذين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل. في الداخل الفلسطيني هي هناك عمليات متابعة على عدة قضايا. أولها كان من قبل وزارة العمل في وضع لجنة قانونية في كيفية التواصل مع الجانب الآخر، وأيضا والأهم في قضية العمال وحقوقهم أيضا الصحية في هذا التحديد، وهناك لجنة مختصة ما بين وزارة العمل ولجنة والإخوة في الشؤون المدنية وأيضا وزارة الصحة في هذا الجانب. وقمنا بنشر أرقام هواتف مختلفة للعمال الفلسطينيين سواء في الداخل أو في هنا في المنطقة، بحيث أي استفسارات كانت بإمكانهم الإدلاء بها والإجابة عليها من طرفنا. نعم، بالتأكيد نتمنى إن شاء الله كل الخير، ونأمل أن تمر الظروف بأسرع وقت ممكن وأن تزول هذه الجائحة. أشكرك جزيل الشكر السيد رامي مهداوي، مدير عام التشغيل في وزارة العمل، شكرا جزيلا لك وعلى انضمامك ل